Hello and welcome to the news from Bahrain International. I am Hamad Youssef. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa patronized in the presence of his Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa the opening of the second session of the fifth legislative term of the Council of the Representatives and the Shura Council. Upon the arrival of His Majesty the King's motorcade to Isa Cultural Center, he was received by the Council of Representatives Speaker Fawzi the and Shura Council Chairman Ali Saleh. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم

كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا دنيا في الاخره الا متاع صدق الله العظيم الكلمه الساميه لسيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات اعضاء المجلس الوطني الموقرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فانه لمن دواعي السرور والاعتزاز ان نلتقي بكم في رحاب هذه المؤسسه الوطنيه لنفتتح بعون الله دور الانعقاد الثاني لمجلسكم في فصله التشريعي الخامس، متطلعاً معكم إلى مرحلة متقدمة من العمل الجاد والمتجدد، بالبناء على ما تحقق لتستمر مسيرتنا الوطنية الواحدة على درب التقدم والاستغرار والرخاء. وفي هذا اليوم المبارك، نهنئ الجميع بحلول الذكرى المئوية لعدد من المجالات التنموية بشواهدها المعنوية ومؤشراتها المادية التي تأتي ضمن انطلاقتنا التحديثية الكبرى كدليل على عراقة تأسيس الدولة البحرينية قبل أكثر من قرنين بقيادة رواد تلك النهضة المباركة رحمهم الله، والذين نقف اليوم أمام إنجازاتهم بكل تقدير وإجلال واحترام. الحضور الكريم يشهد عالمنا اليوم متغيرات متسارعة، وتحديات طارئة، تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن والتفكير المتجدد للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والانتاج واذا كنا قد حققنا العديد من المنجزات التنمويه التي نفخر بها فاننا نتطلع الى المستقبل بتفاؤل كبير ونحن نقطع اشواط التقدم الحضاري في بناء الدوله المدنيه الحديثه المواكبه لحركه التقدم العلمي والتقني انسجاما مع وتيره التنميه العالميه ونقدر هنا للحكومه الموقره برئاسه العم العزيز صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه جهودها الواضحه في التفاعل مع التوجهات والمستجدات العالمية، وتضمين المناسب منها في برامج عملها. وفي ضوء مساعينا الجادة نحو اقتصاد المعرفة، باتجاهاته الحديثة، فإننا نوجه في هذا الخصوص بأن تباشر الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجيه والخدميه من خلال وضع الانظمه اللازمه واستكمال البنى التقنيه وتشجيع الاستثمارات النوعيه لضمان الاستفاده القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني، ويطيب لنا في هذا السياق ان نشد على يد الابن العزيز وولي عهدنا الامين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه فيما يبادر به من خطط استشرافيه وبرامج نوعيه لاستدامه تدفق الاستثمارات الوطنيه والخارجيه، التي تصب في اتجاه تنويع مصادر دخل الإقتصاد الوطني وتنميته بحسب ما حددته أهداف رؤية البحرين الإقتصادية 2030 ولقد شهدنا على مدى العشر سنوات الماضية معدلات نمو إيجابية وبنتائج مطمئنة ومشجعة تؤكد على سلامة سياساتنا الاقتصادية. وتواصل البحرين بتوجيه عناية فائقة لقطاع النفط والغاز في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي أعلنا عنها مؤخراً. ووجهنا بتسريع خطط تطوير في مشاريعها، حيث تم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى كأكبر توسعة لمصفات شركة بابكو وتوسعة شركة بنقاز وافتتاح مرفأ القاز المسال ومشروع خط الإنتاج السادس بشركة ألبا وتشغيل خط الأنابيب الجديد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة كما نثمن الجهود المستمرة بتطوير قطاع النقل والمواصلات الذي يشهد بدوره تنفيذ عدد من المشاريع ومنها توسعه مطار البحرين الدولي والبدء الرسمي للدراسات التنفيذيه لانشاء جسر الملك حمد وذلك في اطار المشاريع الاستراتيجيه الداعمه للاقتصاد الوطني وبالنظر الى الجهود العالميه المتواصله في ايجاد حلول ترتقي بجوده حياه الانسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم وخصوصا في مجال تحقيق الامن القذائي تبادر البحرين بكل جديه بتبني الحلول المناسبه لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي حيث اصدرنا توجيهاتنا بوقع وتنفيذ مشروع استراتيجي للانتاج الوطني للقذاء ليشمل تخصيص مواقع متعدده للاستزراع السمكي والانتاج النباتي ويهدف المشروع بشكل رئيسي الى تطوير القدرات الوطنيه في مجال الصناعات الغذائيه ورفع نسبه الانتاج المحلي والحفاظ على خبره اصحاب تلك المهن ليكونوا جزءا هاما في انجاح تلك المشاريع ونشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغييرات المناخية المتسارعة، ونتابع توجهاته للتخفيف من آثارها على البيئة، ونوجهنا باستمرار تطوير سياساتنا في مواجهة هذه الظاهرة، لتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، بقيام المؤسسات المختصة بتكثيف المشاريع المحسنه للظروف المناخيه وتبريد الاجواء كالواجهات والمسطحات المائيه وتنويع وتكثيف المساحات الزراعيه الحضور الكريم ان مرحله العمل المقبله بامالها وتطلعاتها تستدعي منا جميعا حمايه اركان دوله القانون وارساء سيادته بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العداله بمؤسساته وخدماته واجراءاته لحمايه مصالح المتقاضين هذا فضلا عن مواصله الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين ونشير هنا بشكل خاص الى القانون الصادر بشان العقوبات والتدابير البديله التي يجوز للقاضي ان يامر بها بدلا من العقوبه الاصليه ونوجه بضروره تعاون كافه الجهات المعنيه بتطبيق نصوصه المرسخه للاستقرار المجتمعي والهادفه الى مراعاه ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الايجابي في المجتمع واتوجه هنا بالشكر الجزيل للسلطه القضائيه والقائمين عليها على جهودهم المباركه والحثيثه لترسيخ اركان العداله وحفظ الحقوق والحريات ونجدد تاكيدنا في هذا الموقف وهذه المناسبه بأن الرخاء والأمن الإنساني لا يمكن له أن يتحقق إلا باستمرار النمو الاقتصادي سواء في منطقتنا أو في العالم أجمع. فمن مياه الخليج العربي تنطلق خمس احتياجات العالم من النفط والغاز، وبالتالي فإن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلا للتجارة العالمية ومربكا لأسعار النفط كما يعد تحديا للنظام العالمي لذا فأن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي وإلزام بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية للحفاظ على الامن والسلم الدوليين ويحدون الفخر هنا باداء قواتنا المسلحه الدفاعيه والامنيه وهي تتولى واجباتها الوطنيه بكفاءه وروح معنويه عاليه واستمرارها بكل امانه ويقظه في الذود عن هذا الوطن القالي وبعزيمه لا تلين فهي الحصن المنيع لمسيرتنا المباركة في الإصلاح والتجديد الوطني، الذي سنحمل لواء ما استطعنا بعون الله وبمساندة شعبنا الوفي، المعروف بسماته المتحضرة فكرًا وعلماً وعطاء، صانعاً بذلك نموذجاً إنسانياً فريداً في احتضانه للتعددية، ودعوته للسلام ونشره لثقافه التسامح والتعايش في مجتمعنا الامن وتحيه صادقه لشبابنا الاعزاء الذين هم عدتنا وعتادنا نحو قدنا المشرق بعون الله ونود في النهايه ان نجدد شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطه التشريعيه من دور كبير في تقويه وارساء التقاليد الصحيحه والارتقاء بافاق العمل الوطني الذي لا سقف لطموحاته ونشير هنا بان تحقيق التطلعات الوطنيه يتطلب على الدوام المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات وان تتحمل كل سلطه لمسؤوليتها المناطه بها دستوريا باستقلاليه تامه وسنكون كما عاهدناكم داعمين لكل جهد مخلص يبتغي مصلحه الوطن والمواطنين ويعمل على تقديم الافكار المستنيره والبرامج النافعه لاستمرار نهضتنا الوطنيه. سائلين الله سبحانه وتعالى بأن يوفقكم في مسعاكم ويسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاحب الجلاله ايها الحضور الكريم تلقي معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب كلمة أمام جلالتكم. After that, the Speaker of the Representatives Council delivered a speech in which he expressed thanks and appreciation to His Majesty the King for the opening of the second session of the fifth legislative term, which brings Bahrain in a new stage of its blessed march and in line with the centennial launch of various fields, which reflects the significant progress and development of the Kingdom and its benefits on its people. She praised the content of His Majesty's royal speech in the opening of the first session, which paved the way for further progress in the national action and the government and parliamentary performance according to the separation of authorities, principles, and building of the modern state. She added that all of that goes accordingly with the national action charter, constitution, enhancing national belonging, implement the principles of justice and law in a society that spreads the values of tolerance and peaceful coexistence. The speaker affirmed that since she earned the royal and trust. Earned, Assumed responsibility of her position, she exerted her efforts to contribute to the forward march of the kingdom in order to benefit the kingdom and its people. She added that since the approval of the government plan at the Representatives' Council, both the Shura and Representatives' Councils performed their duties and responsibilities and worked together in a number of draft laws and proposals in order to achieve further progress in all fields, as well as their support to implement the fiscal balance program to achieve the desired goals. Zainal expressed thanks for His Majesty's directives and for the keen interest of His Royal Highness the Premier and for the efforts of His Royal Highness the Crown Prince on raising the standard of living for citizens and for improving Bahrain's economic performance in accordance with the principles of the Economic Vision 2030. She said that the contents of His Majesty's speech places a great responsibility on the role of the Council during the second session of the fifth legislative term. She expressed keenness on fulfilling her constitutional role and that she will work to reinforce Bahrain's Status in many fields, including the digital economy, artificial intelligence, oil and gas, as well as support the private sector. Zainal affirmed complete support in realizing His Majesty's directives and improving the quality of life, and in pr prioritizing food security and her legislative and monitoring work. Zainal also affirmed her support for His Majesty's directives in drawing a comprehensive plan to develop all res residential quarters in accordance to modern international standards, as well as in empowering the youth to fulfill their aspirations. She highlighted the importance of carrying on with the positive role of the legislative authority through the cooperation between the various authorities, the reinforcement of the rule of law and support the further development of the justice sector. Zainal affirmed her continuous support to Bahraini Women Advancement, who made outstanding achievements with the efforts of the wife of His Majesty the King and President of the Supreme Council for Women, Princess Sabika bint Ibrahim Al Khalifa. She also affirmed the support to achieving the aspirations of Palestinians and establishing their independent state with Jerusalem as its capital, according to the Arab Peace Initiative and relevant UN decisions. She expressed pride in the affiliates of security and military institutions and their role in defending the country and its gains, and their effective participation in maintaining security in the region, as well as the cooperation with friendly countries in combating terrorism and the countries that support and sponsor it. Zeyna stressed the importance of integrating the international stance towards terrorism, securing maritime navigation in the region, and combating threats that target the global economy. She stressed the importance of concerted international efforts to take firm measures to deter aggressors and reject all forms of terrorism and interference, asserting the strength of Bahrain's internal front that will confront all aggressors. She called on the people of Bahrain to uphold national pillars, maintain unity, and be aware of the dangers in the area and the challenges of the current stage. She affirmed that Bahrain will continue its march towards success and a prosperous future in light of His Majesty's leadership. برنامج التوازن المالي وصولا للهدف المنشود بفضل توجيهات جلالتكم الساميه ومتابعه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس مجلس الوزراء الموقر والجهود الحثيثه من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الموقر للارتقاء بمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل وزيادة النشاط الاستثماري وتحقيق التطلعات المستقبلية واستمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة وتحقيقاً لمبادئ الرؤية الاستراتيجية 2030 صاحب الجلالة إنما تضمنه خطابكم السامي اليوم من توجيهات سديده ومضامين رفيعه يحملنا مسؤوليه تاريخيه عظيمه وامانه وطنيه مضاعفه خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس ونعاهدكم حفظكم الله ان نكون على العهد والوعد والامل والثقه لخدمه الوطن والمواطنين. كما إننا سنبذل قصار الجهد لتحقيق تطلعات جلالتكم في المزيد من التطور والبناء في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق ما نرجوه لمملكة البحرين الغالية وشعبها الوفي من مستقبل زاهر عاقدين العزم على أن نقوم بدورنا الدستوري على الوجه الأكمل مسترشدين بتوجيهات جلالتكم حفظكم الله وسنضع في بؤره الاهتمام تعزيز مكانه مملكه البحرين في مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل على تحقيق الزياده المرجوه في موارد النفط والغاز ودعم المشاركه للقطاع الخاص في ذلك مع استمرار التدريب والتاهيل العلمي والاحترافي للكوادر الوطنيه ونؤكد لجلالتكم دعمنا التام لتحقيق الرؤيه الساميه في ايجاد الحلول المبتكره للارتقاء بجوده حياه الانسان والعيش الكريم كما وان تحقيق الامن الغذائي سيكون على سلم اولويات عملنا التشريعي والرقابي ودعم المشروع الوطني للانتاج الغذائي ودعم قطاع الصناعات الغذائيه مع رفع نسبه الصادرات للسوق العالمي كما ان السلطه التشريعيه تؤكد دعمها لتوجيهات جلالتكم الساميه في وضع خطه شامله لتطوير الاحياء السكنيه القديمه وفق المعايير الدوليه لتخطيط الحضري وكذلك هو مجال الشباب الذي سنسعى معا لتحقيق تطلعاته واماله وطموحاته في تمكين الشباب واعدادهم واشراكهم المبكر في تولي المسؤوليه الوطنيه فهم أمل المستقبل المشرق وعماد الوطن، وسنواصل جاهدين العمل على مزيد من التفعيل لدور السلطة التشريعية وفي إرسال التق وفي إرساء التقاليد البرلمانية الصحيحة والارتقاء بأفاق العمل الوطني والعمل على تحقيق المزيد من التعاون بين السلطات. وسنعمل مخلصين على تعزيز ارساء دوله القانون والمؤسسات مع الارتقاء بقطاع العداله ومؤسساته وتطوير التشريعات في مختلف القطاعات ونؤكد جلالتكم حفظكم الله دعمنا المستمر لمجال تقدم المرأة البحرينية التي حققت الكثير من المنجزات المتميزة بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحب الجلالة انطلاقا من الموقف البحريني التاريخي الثابت مع القضية الفلسطينية فإننا نؤكد وقوفنا الدائم مع تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية وطبقاً للقرارات الأممية ذات الصلة. كما ونسجل فخرنا واعتزازنا بجنودنا البواسل في المؤسسات الأمنية والعسكرية ودورهم العظيم في الذود عن الوطن ومقدراته. والمشاركة الفاعلة في الدفاع عن أمن وأمن ود... دول وشعوب المنطقة بجانب التعاون البارز من الدول الصديقة في محاربة الإرهاب وتنظيماته والدول الداعمة والراعية له ونشدد في هذا السياق على أهمية تكامل الموقف الدولي حيال الأعمال الإرهابية وتأمين حرية الملاحة البحرية في المنطقة وضرورة التصدي للتهديدات التي تستهدف الاقتصاد العالمي وتشكل تحدياً صارخاً للنظام الدولي داعين في هذا الصدد إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لاتخاذ الخطوات الحازمة والإجراءات الحاسمة لردع المعتدي ورفض كافة أشكال وصور ممارسات دعم الإرهاب والعنف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول مؤكدين قوة وصلابه الجبهه الداخليه في مملكه البحرين التي لن تضيرها اي محاولات فاشله من شقيق ضال او جار حاقد او عدو متربص صاحب الجلاله انني ومن على هذا المنبر الوطني وفي هذه المناسبه التاريخيه ادعو اخواني واخواتي ابنائي وبناتي شعب مملكه البحرين الى التمسك جميعا بالثوابت الوطنيه وان نظل دائما كما كان اباؤنا واجدادنا اسره واحده ومجتمعا متماسكا وان نكون اكثر ادراكا لخطوره الاوضاع من حولنا وطبيعه التحديات في هذه المرحله وضروره ان يكون التعامل مع الوسائل الاعلاميه بكل امانه ومسؤوليه والحذر من مخاطرها وتداعياتها إن مملكة البحرين يا صاحب الجلالة بتاريخها العريق وماضيها التليد وحاضرها المتطور وبانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي ومن منطلق واجبها الإنساني ودورها الحضاري ستستمر في المضي قدما إن شاء الله تعالى نحو النجاح الباهر والمستقبل الزاهر في ظل قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السامية ورعايتكم الكريمة نصركم الله يا صاحب الجلاله وايدكم وحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته His Majesty the King then greeted the Shura and Representatives Council's members. Attended by senior royal family members, members of the Supreme Council for Islamic Affairs and the Supreme Judicial Council, religious scholars, judges, members of the Constitutional Court, ministers, members of the Shura and Representatives Councils, undersecretaries, municipal councils members, heads of political societies, chief editors of newspapers and magazines, heads of diplomatic missions, and senior officers of the BDF, the Ministry of Interior, the National Guards, and academics. His Majesty's speech today uh, reflects a uh, true uh, leadership uh, vision. Uh, today, he, His Majesty outlined uh, uh, very important things. I may stress on few. Uh, basically, His Majesty's uh, stress on uh, yet uh, a better future uh, for the country, for the citizens, and for the new generation. Uh, also, in his uh, uh, royal speech today, he emphasized uh, two very important items the uh, vision to implement green cities and smart cities. We start every, every uh, legislative year. Uh, with the His Majesty's speech, this gives us guidance on what His Majesty w wants us to focus on, and what His Majesty, uh, the directions that His Majesty wants us to take. As we heard today, um, our focus for the upcoming year, of course, is on innovation, on youthful innovation, on the adoption of artificial intelligence uh, within the administrative frameworks of government, which in increases our efficiency and the capability to of addressing. Um, data oriented decision making. I think His Majesty today uh, uh, shed a, a, a light on uh, the issue of uh, justice. Uh, also, he mentioned alternatives to imprisonment as one of the main features that we are working on with the Supreme Judicial Council, of the public prosecution, and the Ministry of Interior and other uh, ministries. Uh, not only this, even the, public, the, the private sector is now contributing to alternatives to imprisonment. Uh, we can say that we have about 1,222 uh, imprisoned persons that got benefited out of this. When His Majesty deals with this issue and re emphasizes it, I think it's a big uh, push for us to go forward. Not only this, also for the legislative authority to go forward with more development in the uh, justice field. Uh, he mentioned the issue of the use of technology, and we are having now uh, uh, legislations that are related to uh, the use of technology in the criminal justice system. Uh, we are hoping that this uh, legislation will find the, the light soon with the parliament, and we are sure that the parliament, especially with his majesty's also uh, assertion on the increase of cooperation between the authorities, is that we can do something that is of a benefit to the citizens of, uh, uh, and the residents in the kingdom of bahrain. Uh, not only this, we have also uh, restorative justice for juveniles or for children. this is one of the laws that will have a big impact on the criminal justice for uh, children in uh, the country, not criminal justice as such. It is to, to be turned out to be restorative justice and to maintain uh, the young aged uh, uh, during uh, this kind of delinquencies. So uh, um, I think that His Majesty today shed lots of light on, on the use of technology. We are continuing to do this, and we are hoping that uh, this legislative round will bring about lots of. Uh, uh, good news and, and developments in the field of uh, legislations that uh, be of a benefit to the whole uh, uh, judicial process, uh, justice uh, delivery in the condemned bahrain. this is something that we are endeavoring last time. the, the attorney general himself uh, called for uh, uh, a meeting with the private sector to promote uh, the acceptance of uh, having uh, 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 detainees that are getting, getting their, their punishment altered to, to, to have work uh, as a community service. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a cable congratulations from His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, on the opening of the National Assembly's second session of the fifth legislative term. An Arab like Cable, His Majesty the King thanked His Royal Highness the Prime Minister for his noble sentiments, wishing him abundant health. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a cable congratulations from His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, marking the opening of the National Assembly's second session of the fifth legislative term. In a reply cable, His Majesty the King thanked His Royal Highness the Crown Prince for his noble sentiments, commending His Royal Highness's role in supporting the Kingdom's development march. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa visited today the majlis of the Minister of Interior General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa where he offered condolences to Sheikh Rashid bin Abdullah and Sheikh Raeid bin Salman Al Khalifa and the brothers and sons of the late Sheikh Abdullah bin Salman bin Ahmed bin Muhammad bin Isa Al Khalifa praying to Allah the Almighty to rest his soul in eternal peace. The family of the deceased expressed thanks and appreciation to His Majesty the King for his noble sentiments, wishing him abundant health and happiness and further progress and prosperity for the kingdom. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, received a cable of congratulations from His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, on the opening of the National Assembly's second session of the fifth legislative term. In a reply -like cable, His Royal Highness the Prime Minister thanked His Royal Highness the Crown Prince for his noble sentiments and relentless efforts in the economic development of the kingdom. The cabinet held its weekly meeting chaired by Deputy Prime Minister His Highness Sheikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa at the Palace today. Secretary General Yasser Al Nasser then delivered the following statement. The cabinet hailed His Majesty's speech at the opening ceremony of the second session of the fifth legislative term. The cabinet said that the speech discussed the development objectives of the present and the future and also discussed the regional international arenas. The Cabinet praised the content of His Majesty's speech, which included discussions on food security, self sufficiency, and the environment, the development of scientific and technical fields, and the maintenance of the rule of law. The Cabinet affirmed that His Majesty's royal directives and initiatives represent a roadmap for the government to follow as it works to serve the needs and aspirations of the citizens. The Cabinet then congratulated His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman al Khalifa, for the successful medical test he underwent. Sheikh Mohammed bin Mubarak wishes Royal Highness abundant health as he continues the progress of developing the country. The cabinet held the Khalifa bin Salman Award for Journalism and congratulated the winner of the award. It added that the award plays an important role in developing the field of journalism and have reinforced the competitive spirit among Bahrainis. The cabinet welcomed the appointment of Wael bin Nasser Al Mubarak as per royal decree as the minister of electricity and water affairs and wished him every success. It also discussed the contributions of former minister Abdel Hassan Mirza. The cabinet then condemned Turkey's aggression against Syria which is regarded as a breach of the sovereignty of a fellow Arab country. The cabinet said that the aggression threatens the safety and security of the region and undermines the efforts to combat terrorism. The Cabinet called on the international community to carry out its responsibilities in reversing this aggression and hailed the statement that an extraordinary session by the Arab League at the ministerial level. The Cabinet affirmed its absolute support of the role that Saudi Arabia plays in the region to secure its safety and stability and combat that all threatens them. the cabinet reviewed the programs plans and projects implemented by the minister of industry commerce and tourism to affirm the government's commitment to the government plan 2019 to 2022 listed under priorities policies and initiatives Deputy Prime Minister, His Highness Sheikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa, directed the Ministry of Education to submit periodic reports to the Cabinet to enhance the government's continuous follow up of the Ministry's development plans in accordance with the quality levels to which the government aspires. The Cabinet adopted the annual reports of the Education and Training Quality Authority for 2019. The Cabinet approved the Kingdom's signing and joining of the Aegean Treaty and amidst the cooperation. The Kingdom's hosting of sub regional workshop on combating violence and extremism in educational institutions was approved. The Minister of Youth and Sports presented the application system adopted as internal communication platforms in the ministry and utilized to enhance the efficiency of administrative work and overcome all obstacles that affect the flexibility of processes between various directorates. The Cabinet approved the government responses on a number of proposals submitted by the Representatives Council. His Majesty the King's personal representative and president of the Supreme Council for Environment, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, expressed thanks and appreciation to His Majesty the King, marking the royal speech of the opening of the National Assembly's second session of the fifth legislative term. His Highness lauded His Majesty the King's support and keenness in facing the accelerated climate changes and his directives to protect environment through developing state strategies amid project in the Kingdom. He said that Bahrain's winning the chair of the UN General Assembly for the Environment is a proof of the role of the Kingdom and its environmental achievements. And before we end the news, here's a reminder of the top stories. His Majesty the King affirms the necessity of finding suitable means to maintain the country's advancements. And the cabinet hails the speech of His Majesty the King during the opening of the second session of the fifth legislative term.